اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا كابتن؟ بارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. سلامه وانت طيب حبيبي. منور المنصوره، منوره بحلاها النادي الاهلي، منور المنصوره. الحمد لله على السلامه. النادي الاهلي بشعبيته، بجماهيره، بكل من هو في النادي الاهلي وللمنتخب. المنصوره دايما منوره باهلاها. الله يخليك. جايين النهارده عشان نزورك ونقول لك كل سنه وانت طيب، وجايين نطمن عليك. طيبين. وجايين في الملعب هنا استاد المنصوره اللي شهد تألق الكابتن سطوحي والجيل الذهبي للمنصوره. الله يخليك يا رب، والحمد لله على السلامه. وربنا يكرم النادي الاهلي والانديه كلها، ويكرم منتخب مصر باذن الله، ونسعد بالفوز دايما يا رب في مصر. تعالى واحنا بنتمشى بقى في الملعب التاريخي. انا تحت امرك. المنصوره الملعب ده، علشان بقى نتكلم ونبدا الحكايه من الاول. حكايه الكابتن اسامه محمد السيد سطوحي. أيوة. بس كان اسم كتير. الشهره سطوحي. قليل قوي اللي يعرف اسم اسامه، بس دايما اسم الشهره كان كابتن سطوحي. ما كانت اختصار بقى، عشان المذيعين ما بيحبش يقول الاسم ثلاثي او ثنائي. فكان بيقول سطوحي على طول. يعني زي بوبو، زي جارم، زي كل دي اسماء شحته. فدي اسماء بتتقال مره واحده بس. اكرامي، ثابت، مأمور، حسن، علي، يعني ما بيبقاش فيها ثنائيات او ثلاثيات، بيبقى فيها على طول اسمه مره واحده. الحمد لله على السلامه ومنورين الملعب. كابتن سطوحي من مواليد دهليه صح؟ منصوره. منصوره. انا مواليد 11 يناير سنه 55 في المنصوره. التحقت بنادي المنصوره في 66. 1966 التحقت بنادي المنصوره. كنت من الناشئين اللي دخلوا نادي المنصوره. وانا من هنا ابتديت في المنصوره على طول ولا كان؟ لا لا لا، في المنصوره في الشارع الاول. لا انا كنا بنلعب كره شراب طبعا. وفي ليا صور وانا بلعب كره شراب. والحدوته دي. بس هي المساله كان في دوري مدارس زمان. فاخذونا. مفتقدينه. المهم، فهو كنت في دوري المدارس، وكان انا بقدم شكري واحترامي واعزازي لمكتشفي ومدربي اللي عمل ووجهني وانا عيل صغير لحد ما طلعت الفريق الاول، كابتن عبد الحميد زاهر. ده اللي اكتشفك في ده الأول. اللي اكتشفني وده اللي اختارني من دوري المدارس. وكابتن رضا حمد كان حارس مرمى المنصوره، وراح لعب في الاتحاد السكندري، ورجع المنصوره تاني وانا صغير، وتولوا العنايه بينا في نادي المنصوره كناشئين. لحد ما طلعنا الفريق الاول، وربنا وفق الامور. فانا مدين للناس دي، وبقول لهم شكرا شكرا شكرا، ولغايه دلوقتي على اتصال دائم بيهم. على اساس ان دول اللي علمونا فنون الكوره. لولا الكوره ما كانش زماننا حد عرفنا. البدايه بقى كابتن، ابتديت حارس مرمى ولا كلاعب الاول؟ وحد هو اللي اكتشفك كحارس مرمى وشاف فيك الموهبه؟ انا لعبت سنه العاب قوه هنا برضه في التراك ده. مع الله يرحمه الحاج احمد فرج كان مدربنا. وبعد كده رحت لعبت حارس مرمى، لان كنت بلعب في الشارع كره شراب. وعندي صوره وانا بلعب كره شراب. المهم فدوري المدارس كابتن عبد الحميد زاهر شافنا واخدني، واخد كل المجموعه اللي اتعمل منها الجيل الذهبي لنادي المنصوره. وهو استمر معانا من الناشئين حتى الفريق الاول. لما طلعنا في دوري 6 اكتوبر 73. كان في دوري 6 اكتوبر بمناسبه الفوز في 6 اكتوبر، حرب اكتوبر مصر طبعا. فقال لك ان كل الفرق تطلع، وخاصه نادي السويس. لان كان في ايامها نكسه. فقال لك لا، يستمر الدوري الممتاز وصعود نادي السويس عدم والأندية. هبوط اي فرقه، عدم هبوط، وما فيش هبوط في الدوري ده. فكان ده فكر كويس ورؤيه. ان الكابتن عبد الحميد زاهر قال لك الاولاد الصغيرين دول كنا 16 سنه ونص 17 سنه. يلعبهم، وكانوا دايما يجوا لي يقولوا لي انت صغير بس هتبقى كويس، ما تخافش من اهلي ولا زمالك، ما فيش هبوط. انا مش عايز اخش فيك اكتر من جونين اتنين بس في الماتش الواحد. في الماتش انا لسه عيل عن 17. بديك ثقه طبعا. قمت انا قلت طب ايه المشكله بقى ان انا ما يخشش فيها الاثنين؟ لو واحد يبقى كويس اثنين لا. فبقى حفز عندي ان انا دافع عن المرمى اللي انا فيه. والحمد لله خلص دوري 6 اكتوبر ما كانش فيه هبوط ولا نزول، وتكونت اللبنه الاولى لفريق نادي المنصوره. نادي المنصوره الجيل الذهبي وقتها. نادي المنصوره كان قعد فتره طويله ما طلعش الممتاز. من الخمسينات، احنا دلوقتي في السبعينات. في الستينات 67 دوري 73 بقينا في السبعينات. فبدأت من هنا بقى الأمور تتمشى معانا كجيل متناسق متجانس. أعمار سنية واحدة، أعمار سنية، مقيمين في المنصورة كلنا، ما فيش حد غريب. فاتصالنا ببعض سهل. ممكن نلاقي بعض في أي وقت زي ما بنلاقي نفسنا في الملعب. شاكر كان بادئ بيا، سعد سليط، سعد سليط، وبدأ وحمودة طبعاً. والشال
وبدا وحمود وثروت فرج والبابلي واحمد شاكر وبدير, وبدير وثروت المجموعه دي كلها وسعد الصليط والبابلي واحمد شاكر اثنين فراوده وشال وسعد الصليط وبدا وحمود خط نص وثروت والهادي وميل الدير كان كان كان